معكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس، اليوم فيديو جديد، فلوك جديد. اليوم غنتكلموا على الاحذيه ديال تشامبرلاند الاخوان، لي اوريجينال 100% 100%. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموديل والالوان اللي فيه. ان شاء الله نتمنى الاراء ديالكم الاخوان، نتوما تخليوا لي الاراء ديالكم شنو بغيتي نصور لكم الجديد ان شاء الله، وشنو هما الحوايج اللي بغيتي نصور لكم. وتحياتي للجميع، خليكم مع الفيديو قشقاشة معكم. هما الاخوان، كاين هذا الموديل، هذا هو ل 2022. يا سنقية اللهم بارك. الريفيرونس ديالها اوريجينال 100%. الداخل ديالها الاخوان، هادي كتبقى ب 1300 درهم الاخوان. هذا موديل 2022. نفس الموديل غير الكولور اللي مبدل. كياس اللهم بارك نادية، عشاق تشامبرلاند اوريجينال. هذا فيرونس ديالها كياس نادية اللهم بارك. هادي تا هي كتبقى بحال الاخرى 1300 درهم. نفس الموديل راه غير الكولور الاخوان اللي كيتبدل. هذا تا هو الثمن ديالو فحال الاخرين 1300 درهم. هذا ستيل جديد 2022. الريفيرونس ديالها هذا اللي كيديروا في لي ماغازان 1600 درهم الاخوان، باش يكون على البال ديالكم 1600 1650 كمان في المغازل. نفس الموديل حتى هو غير الكولور اللي مبدل، ولكن هذا ناقص شويه على الاخر في الثمن. بياسة تبارك الله ناضية، كولور فيها ناضي اوريجينال 100%. الريفيرونس تاع هي ديالها هادي 1200 درهم كتبقى الاخوان اخر ثمن. هادو الثمنات اللي كنقول لكم ثمنات فيكس. كاين حتى هاد الكولور هذا ها هو تبارك الله كولور ناضي اللهم بارك. سبات تبارك الله ناضي. الريفيرونس تاعو ديالها هذا تاهو فحال الاخر كيبقى ب 1200 درهم. كاين هاد الكولور اللي ما أرواك، هاد الكولور ناضي تبارك الله. فينيسيو في البياسة في الخدمة تبارك الله. هذا كيبقى ب 1200 درهم حتى هو فحال الاثمان الاخرين اللي ذكرنا دابا. كاين هذا الموديل هذا اللي دان تبارك الله تا هو راه اللهم بارك. هذا خديت فحالو في الصفر يا سنادي تبارك الله. هذا الفيرونس ديالها هذا تا هو كيبقى ب 1200 الاخوان.
نختموا لكم الاخوان فيديو بهذا الزباط هذا بهذا الغرابي هذا اللي ما اروعك اللهم بارك. الديزاين الجديد ديالو بلاصه الشجره دايرين الديزاين هذا موديل 2022 هذا كل عام كيخرج تبارك الله. وهذا اللون هذا راه مطلوب الاخوان راه داك العام 1400 درهم وما كاينش في السوق مفقود نهائيا راه كاين في الطايات ديالو حتى هويا هذا فيرونس ديالو صباط اللهم بارك. هذا راه عندي خور هو اللي لابس في رجلي حاليا وما الاخوان هذا حتى هو كيبقى ب 1200 درهم ثمن مناسب للجميع الله يسخر الامور للجميع واللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ احمد غنخلي لكم النمره ديالو الفوق تواصلوا معاه والله يسخر الامور ليفريزون في اي بلاصه في كازا خارج كازا مهم واثمنه ديال المعقول والكارونتي من المحل الاخوان باش عارف راسك ما كتقداو. وتحياتي للجميع مهم هاد الصباط هذا انا راه عجبني ديال بصح انا راه مولوع به وراه شي ثلاثة الصبابات اللي ندوز بحال هاد الموديل هادو عندي هاد الموديل هاد اللي نختار. وتحياتي للجميع وان شاء الله راه غنصوروا لكم موديلات جداد واللي بغانا نصوروا ليه شي حاجة يخلي لنا كومونتير شنو بغيتو نصور لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. وتحياتي للجميع قشقاشة معكم وشكرا على التتبع ديالكم تشاو.